حياكم الله مشاهدينا الكرام أو في برنامج لآلة الاتحاد، كما عودناكم دوما على استضافات ناجحة ومتميزة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم نحن متواجدون بمدينة العين من إمارات أبوظبي. اليوم نحن مع موزا ديزاين، سنتحدث عن هذا المكتب الخاص بالتصميم الداخلي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. قصة النجاح مع صاحبة ومؤسسة هذا المشروع السيدة موزا الشمسي. بداية برحب حضرتك معنا اليوم في برنامج لآلة الاتحاد، وحابين طبعا نتعرف على شخصك الكريم لجميع متابعينا. أهلا وسهلا فيكم، أنا موزا الشامسي من مدينة العين، حاصلة على دبلوم تصميم داخلي، هاوي لمجال الديكور منذ تقريبا نقول في المدرسة الابتدائية. كنت أحب الرسم، أحب أرسم المناظر الطبيعية، أحب أرسم الورود، الأشكال الهندسية، وكنت أدمج الألوان بشكل يعني جيد، وكنت من المحبين في مساعدة إذا في احتفالات في مناسبات في المدرسة، كنت أنا اللي أنظم الاحتفال عندهم أساعدهم. وبداياتي في التصميم الداخلي من حوالي تقريبا 12 سنة بديت. أول شيء في بيتي أثثته من البداية، من المخططات، من توزيع الإضاءة، من توزيع الأثاث، ونال إعجاب الأهل. كيف كانت آراء الأشخاص المحيطين فيك من العائلة من الأصدقاء حول هذه التصاميم؟ وايد حبوا التصاميم، وايد شجعوني. محيط الأهل يعني هم اللي ساعدوني في أني أفتح هذا المكتب. من بعدها كانوا يرجعون لي الأهل في ويستشيروني في مخططاتهم، في انتقاء الألوان، في انتقاء الأثاث، وكنت أساعدهم يعني في هالأشياء. متى أصبحت هذه الفكرة قائمة الذات وأصبحت تفكرين لما لا أفتح مكتب خاص بالتصميم الداخلي؟ بدأت الفكرة عندي أن أفتح مكتبي الخاص أو مشروعي الخاص في بداية 2018 تحت اسم موزا ديزاين، وكان مختص في التصاميم الداخلية للديكور. سيدتي الكريمة، نتحدث عن مشروع قائم الذات، أكيد في صعوبات وتحديات أولى لبعث موزا ديزاين. نعم، كانت في صعوبات في بداية العمل وفتح المشروع. من الصعوبات التي واجهتنا صعوبة أول اختيار المكان، لأن المكان مكان المكتب إذا كان الاختيار صحيح بيكون ناجح. صعوبة وجود العمالة المؤهلة والمدربة والأمينة، في صعوبة بعد وجود شركات قديمة ذات خبرة في السوق، ونقص المعلومات التفصيلية عندنا عن وضع المشاريع المنافسة لنا. نتحدث عن موزا ديزاين، هذه المؤسسة والمشاريع يلي قمت فيها، مع من تتعاملون أكثر شيء هنا؟ يعني تعامل يكون مع الشركات، مع الأفراد، أهم المشاريع التي بتعتبروها مراحل مفصلية في شركتكم؟ أنجزنا مشاريع كثيرة في الدولة، في مدينة العين، في أبوظبي، في دبي، وكانت هالمشاريع خاصة، وفي مشاريع للحكومة ومشاريع تجارية، والحمد لله أنجزناهم، وهذا نجاحنا بالنسبة. طبعا سيدتي الكريمة، في دوافع أساسية وأسباب وراء اختيار هذا المجال تحديدا؟ نعم، في دوافع، وأولها أن العمل في تصميم الديكور يتناسب مع قدراتي وهواياتي. أيضا خصوصية بيت المواطن وخاصة المرأة الإماراتية، نعتبرها هي ملكة البيت، ونحاول نوصل لذوقها عن طريق التواصل المباشر معها، ونحترم خصوصيتها بالتواجد معها بعيدا عن العنصر الرجالي.
وكذلك لاحظت أن رغبة صاحب المنزل بأن يكون بيته جميل من جميع النواحي، بس ما عنده الخبرة يعني في التنسيق، وهذا يسبب له أخطاء كثيرة في الاختيار. ونحن نوفر له الجهد والوقت لصاحب البيت في تأثيث بيته بأقل تكلفة وأقل جهد، وعدم قدرة صاحب البيت للوصول للموردين الجيدين للأثاث، وإن وصل للموردين تكون صعوبة عنده في الاختيار. وتفاوت الأسعار بين الموردين قد يجهله كثير من أصحاب البيوت. أول لقاء كما ذكرتي سيدتي مع أصحاب المنزل أو العملاء، كيف بيتم عملية التشاور؟ بداية نجلس مع العميل، نشوف ميولة في الديكور، شو يحب من ديكورات كلاسيك، نيو كلاسيك، مودرن، الألوان اللي يحبها. نبدأ نشتغل على المخططات، إذا في تعديل على المخطط، إذا نعيد توزيع الأثاث. هاي بداية أول ما نقابل العميل. كما نعلم نوعا ما الذوق الأنثوي يكون صعبا فيما يتعلق بالديكور. أكيد مسيطر الذوق الأنثوي. نعم، الأنثى تحس بها دقيقة في الاختيارات، مش نفس الرجل، ولها ألوان معينة. يعني لما تشوفين هالألوان تحسين أن اللي مختارنها أنثى مش رجل. فنساعدها في نوجهها في الألوان، في تنسيق الألوان. في جائحة كورونا السنة الماضية أثرت على أغلب القطاعات بالعالم عموما، وكانت سنة غير سهلة أبدا. التصميم الداخلي كمجال من المجالات الذي يعرف بقربه للشخص، وخاصة أنه يلمس البيت أكثر مكان جلسنا فيه السنة نعم الماضية. صحيح. كيف أثرت هذه الجائحة على عملكم؟ كيف عشتم هذه الفترة؟ وحاليا كيف ترون عودة عجلة الاقتصاد؟ نعم، أثرت كورونا على تصاميم البيوت. يعني طلب كثير أن نعمل تصاميم غرفة دراسة، لأن الدراسة عن بعد، فحابين يعملون غرفة مستقلة للدراسة. فيه اهتموا باللاندسكيب لأنهم أغلب وقتهم في البيت بيكونون، يبون مكان جلسة مريحة في الحديقة. فيه ناس طلبوا منا نسوي لهم جيم في البيت، في حد يبون مكتب لأن العمل عن بعد، فأغلب الوقت الناس في كورونا وين في البيت قاعدين، فتغير مفهوم شوي الديكورات. الكثير يتحدث عن الاستثمار في دولة الإمارات، ويرى فيه من قطاع يعني قطاع الاستثمار خصب جدا والبيئة مساعدة جدا. من خلال تجربة حضرتك الشخصية، كيف ترين الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ الاستثمار بشكل عام جيد، وشيوخنا الحمد لله ما مقصرين في أي شيء، وفي تنافسية كبيرة عندنا في دولة الإمارات في مجال الاستثمار، ومجالات وايد للاستثمار موجودة الحمد لله. حاليا موزة ديزاين متواجد المكتب بمدينة العين من إمارة أبو ظبي، ولكن العمل موجود على كامل الإمارات. نعم. يعني ممكن نلاقي تصاميمكم بكامل أرجاء الدولة. الحمد لله. نعم. ما هي المخططات المستقبلية التي تسعين لتنفيذها؟ أن نفتح فرع في أبو ظبي، مكتب ثاني إن شاء الله باسم موزة ديزاين. وفي العين إن شاء الله في عندنا مخطط أن نفتح معرض تفصيل الأثاث. من عند حضرتك رسالة تحفيزية لكافة الشباب والشابات المقبلين على العمل؟ أوصيهم باقتناص الفرص، باكتشاف قدراتهم، والبحث عن المشاريع التي تناسب إمكانياتهم وميولهم، وإنشاء المشاريع المبتكرة في السوق. فالسوق واعد، ومن المهم أن يكونوا هم المشرفين المباشرين على أعمالهم، فمن لا ينجح من أول تجربة فبكل تأكيد سيحالفه النجاح في التجربة الثانية إن شاء الله. التفاؤل والاستمرار والاجتهاد والمصداقية هي مسببات النجاح لكل عمل. الآن كلمات من حضرتك سيدة موزة الشامسي إلى قادة وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة.
نشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخوان أصحاب السمو حكام الإمارات على دعمهم الدائم للمشاريع الشباب والمواطنين وتوفير الظروف المناسبة والبيئة الاستثمارية الجيدة في الدولة، وهذا الدعم يعتبر رافد قوي يساهم في اقتصاد الدولة. الحمد لله. نتمنى لحضرتك كل النجاح والتوفيق سيدتي الكريمة، وشكرا لوجودك معنا اليوم في الآلة الاتحاد. شكرا لكم. إذا مشاهدينا الكرام، هذه قصة النجاح لليوم من مزاد ديزاين. نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله.